امتدت أيادي الخير الإنسانية لدولة الإمارات العربية الشقيقة إلى محافظة أبيان هذه المرة بمشروع إفطار الصائم الذي تموله مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية في المحافظات المحررة. استمرارا لتنفيذ برنامج إفطار صائم الممول من مؤسسة زايد الإنسانية الخيرية، نقوم اليوم بتوزيع وجبة إفطار الصائم في محافظة أبيان في مخيم شداد، وإن شاء الله سيكون التوزيع ل2000 وجبة إن شاء الله. باسم الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نتقدم بالشكر الجزيل لمؤسسة زايد ولمؤسسة التعايش على تقديمهم لهذه الوجبة الإفطار الصائم في مخيمات النازحين في مدير زنجبار. هذه الوجبة الذي جاءت لتخفف عنهم ما يعانون النازحون من أوضاع معيشية صعبة، ونتمنى من الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر. عملية توزيع الوجبات الغذائية استهدف مخيمات النازحين القادمين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية كمرحلة أولى، بإجمالي بلغ 2000 وجبة غذائية متكاملة. الوجبة تختلف عن كل يوم ما شاء الله تبارك الله، إذا في عصير في حاجات يفرحوا بها العيال الصغار، يفرحوا بها الأوائل داخل، نفرح بها إحنا ككبار تمام، ما نقدر نشتريها، بعض الحاجات ما نقدر نشتريها من السوق، إحنا نازحين لا عمل معانا ولا أي حاجة. إذا مشكورين فرحانين كلنا ما شاء الله تبارك الله. النازحين تعبوا، ونرجو ونسأل الله أن توقف الحرب ويرجعوا إلى بلادهم سالمين لأنهم تعذبوا وتشردوا، ونشكر كل من ساهم في هذه الوجبة وجزاهم الله خير. الوافدين من أبناء المحافظات الشمالية لأنهم يعيشوا في وضع مأساوي سيء، عدم تقديم لهم بعض المواد من بعض المنظمات أو عدم مساعدتهم في ذلك، وكذلك نشكر هذه المؤسسة ونشكر فريق العمل النازل إلى هذا المخيم. يأتي مشروع إفطار صائم الذي أطلقته أيادي الخير الإغاثية بدولة الإمارات العربية ضمن الأعمال الإنسانية العاجلة في المحافظات المحررة، والذي يتزامن مع عمليات تسيير قوافل الإغاثة للأسر المحتاجة في أبيان. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبيان.